myself today. ركزوا شويه مع الحراميه اللي سرقه البلد. To see if I still feel. انتوا عارفينهم اصلا بس ما بتتكلموش. يعني نتمنى ان شاء الله يعني المسلسل يعجبهم، واحنا شغالين اهو في رمضان. وتحياتي ليهم جميعا، تحياتي لكل شعب لبنان. المسلسل ده طلع في دور الطيب كده في البدايه الاول، وبعد كده بتنتقم ولا ايه؟ والله يعني بص، هو الدكتور باهر ديودار هو اللي اطيب مني، المؤلف. وانا ما كنتش بقول له دكتور، كنت بقول له استاذ باهر على طول. وبعدين احمد السبكي هو اللي قال لي انت ده دكتور، انت بتقول ايه؟ قلت له هو اللي انت دكتور بجد يا باهر؟ قال لي اه طبعا. فيعني الحمد لله ربنا وفقنا. وطبعا انا تعامل مع النجم امير كراره يعني من احسن الحاجات اللي انا يعني عملتها في حياتي الحقيقه. وانا بص الكلام هنا يعني ملبوخ، وانا في نفس الوقت مركز في الاكل والجوع، فممكن الاستاذ بالزاوي يدافع عني. وانا بشكركم وتحياتي ليكم. لكن الحقيقه يعني العمل مع امير جميل جدا، وشخص على المستوى الشخصي هو صديقي، وزي ما بقول كده شهادتي مجروحه لان احنا اصحاب من زمن يعني، والحمد لله. يمكن الكواليس الباتشينو الدراما المصريه بدل بقى الشياكه اتفرج بقى. لا 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 ده كلام كبير. ان انت بدل متاخر في المسلسل في احداث المسلسل. لا ده يخض اكثر، يخوف اكثر، لان هم خدوا يعني هم فتحوا البوابه كبيره قوي وعملوا حاجه مبهره. اللهم صل على النبي. يعني اللي جاي بقى قد المستوى ده ولا مش قده؟ ده اللي راعبني. بس انا عارف ان هم انا افضل لهم هبقى كويس، وعلى حسهم هبقى كويس. هم قالوا البشتي قالوا لا لا، هم يقولوا هم عاوزينه، انا ما يعني خليني في حالي. بتتابع المسلسل دلوقتي ولا لا؟ اه طبعا بتابعه. انا ما بحبش اتفرج على نفسي ابدا، لكن في المسلسل ده انا بتفرج على المسلسل مش بتفرج على نفسي. يعني انا بتفرج على المسلسل، بتفرج على باهر، وبتفرج على امير، وبتفرج على بيتر، وبتفرج على محمد لطفي. انا مش مستني نفسي يعني. بس هو انا نسيت بيتر، دكتور بيتر ميمي من المخرجين اللي لهم مستقبل كبير الحقيقه. يعني معنا النجم الكبير وائل عبد العزيز النهارده. يمكن الدور البلطجي مؤثر معاك ومسمع جو في مصر هنا. اتكلمنا على الدور، اتكلمنا على اولا ميرسي على نجم دي، انا شايفها بعيده لسه شويه. والحمد لله انا مبسوط طبعا ان انا مع الجامع الجميل ده والنجوم الكبيره دي، والواحد بيتعلم لسه. فانا مبسوط ان انا مع الاستاذ امير كراره، وده تاني عمل احنا عملنا مع بعض حاجه زمان كده اسمها بره الدنيا مع استاذ شريف منير، والاستاذ امير اسند ليا الدور. وانا مبسوط قوي بتايسون، والحمد لله شايف مبسوط الحمد لله ان انا مع الناس قوي هنا، وشايف فيدباك كويس. ويا رب ان شاء الله نعمل حاجه تليق بالجمهور الكبير وجمهور الاستاذ امير، ويا رب اكون عند حسن ظنه وظن الاستاذ بيتر. وطبعا مش عايز انزل استاذ باهر لان هو سبب في كل ده. دكتور باهر يا ابني، دكتور باهر انا عايز اكشف يا دكتور والنبي. فانا مش يعني مش عايز انسى ان هو كان ليه فضل عليا في حاجات كتير. انا اشتغلت معاه 3 مسلسلات، حكايات بنات وحق ميت والحمد لله كلبش. فعايز اشكر كل الناس، وطبعا الاستاذ المنتج الاستاذ محمد عبد الحميد، راجل ما بخلش على العمل باي حاجه. فيا رب خير، ادعوا لنا بقى. ميرسي يا فندم، ميرسي.